جئنا الى هذا المكان، نحن لجنة ممثلي ملاك الاراضي الغير مطوبه بمحافظه خان يونس ورفح، نطالب بتسجيل اراضينا كويس في محافظتي رفح وخان يونس مثل اراضي المندوب، لانها اراضي هذه مندوب، والمندوب السامي اقر انه هذه غابات يمتلكها اصحابها، غابه رقم 335 وغابه رقم 333، هذه غابات تخص عائلات وليست حكوميه، ومن هذا المنطلق نطالب المختصين بسلطة الأراضي وفي الحكومة في التنظيم إنهم يسرعوا في عملية تسجيل الأراضي باسم أصحابها اللي جالسين فيها لهم مئات السنين وليس عشرات السنين، إذ مر علينا الانتداب البريطاني والتركي والمصري والإسرائيلي وأقروا بأحقية سكان الأرض فيها لجميع القطاع الموجودة في محافظتي رفح وخان يونس. مطالبنا احنا من الحكومة هذه الموجودة تكف أيديها عنا وتطلقنا في أرضنا اللي احتملكناها من وراء الآباء والأجداد، ما حدا أعطانا إياها ولا سلطة أعطتنا إياها. لما اجى الانجليز هنا ما جفاش معاه على ظهره واعطانا اياها، هذه ملك الاباء والاجداد، وهم الان ممنوعون عن البناء واستصلاح الارض وبحجه انه طوب وما طوبش وبسموها مسميات حسب ما بده، احيان حكومه واحيان تعديات واحيان سرقه اراضي وكلام فارغ افرغ من الفارغ. احنا مواطنين فلسطينيين مسلمين ثابتين على هذه الارض، احنا هذه رويناها بدمائنا، في عندها الى بيوت من عائله اصل شطبهم السجل المدني نهائيا، لا عم ولا ابو ولا اولاد، وفلاقه في قوافل الشهداء قوافل الجرحى والاسرى وكبت وضيق حياه وفقر مطبق، ايش بدهم منا يسوونه؟ 50 و30 و20 هذه مكافاه المرابطين، هذه مكافاه المجاهدين، ما هذه الحكومه التي تريد ان تنزع المواطن من ارضه حرف الماء وبوصله. طالب ان احنا لا نبقى عالقين وعاثرين في قرار صنعه المندوب السامي البريطاني، احنا اليوم في 2022 يجب ان تسوى اوضاع الناس اللي قطنين هنا في اراضي خان يونس ورفح، يجب ان تسوى اوضاعهم القانونيه وان يكونوا بصوره قانونيه واضحه بدون مطاردات بدون ازاله بدون هدم، الهدم والازاله من الماضي يجب ان ينتهي الى الابد. الآن يوم جديد، خان يونس ورفح تستحق أن تكون على جانب كبير من العمران، أن تبني مناطقها تبني سواحلها، أن تكون مثلها مثل مدينة غزة مفخرة لكل فلسطين وأبنائها قادرين على أن يبنوا مدينتهم، لا أن تجمد هذه المدينة وتصبح مدينة مجمدة دونما تطوير أبنائها، لديهم المهندسين ولديهم المقاولين ولديهم من يستطيع أن يبني، ومن العيب أن نبقى أكثر من 17 سنة وأيدي الناس مغلولة مكبلة دونما أن يزرعوا أراضيهم أو أن يقوموا ببنائها. الآن المطلوب من سلطة الأراضي ومن الحكومة إطلاق يد الناس وأن تسوى أوضاعهم بشكل جيد. الآلاف اللي موجودة حوالينا حاليا الآن في مدينة خان يونس ورفح، هؤلاء هم عبارة عن نموذج للمطالب الملحة لهؤلاء الناس، الذي أتى من السلطان أو تل السلطان والذي أتى من السطر الغربي من خان يونس والذي أتى من وسط رفح ومن وسط خان يونس هنا على شاطئ بحر خان يونس هو بحاجة إلى حل هذه المسألة التي استمرت 100 سنة. يا من زحفتم من أرجاء رفح ومن أرجاء أهلنا الكرام، يا من ترفضون الطين، يا من ترفضون الحق، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.